بص يا جماعه، اهم حاجه في الموضوع ده لما تيجوا تحلوا مشاكلكم زي ما رحمه وعمرو كده قالوا، حلوها يا اما بينكم ما بين بعض او يا اما مع ناس متخصصه. صح. وبلاش نقلب الايه مره واحده، بلاش ان احنا امبارح كان حلو قوي النهارده اسود قوي، بلاش النظريه دي، النظريه دي يعني سيئه جدا عشان ما نكونش بوشين. لازم يبقى وشك يا اما ابيض وواضح جدا وانت عارف ان انت بتعمل ايه في الموضوع ده، من علاقه زوجيه او من الخطوبه او من حتى من اصدقاء، ما تكونش بميت وش. الكلام ده ما بحبوش خالص، خليك بوش يا اما واضح يا اما تقرب العلاقه وتخليك زي ما انت بكلامك الداخلي اللي جواك تقوله زي ما هو وما تغيرش فيه حاجه، او يا اما زي ما احنا كنا بنتكلم كده تجنب الموضوع، ولا اغلط فيك ولا تغلط فيا، الموضوع خلاص يعني انسحب بهدوء. لا لا.